اوكي مروان، عندي لك سؤال. اه في 3 أبطال خسروا أحزمتهم في الآونة الأخيرة، اللي هم عثمان وأديسانيا وتشارلز أوليفيرا. مين تتوقع أنه يستعيد حزامه منهم؟ وانا مغمض اقول لك كومارو. والله كومارو، لهدف لكن ما كومارو ما كومارو اكثر واحد عنده فرصة يرجع حزامه، لكن مشكلته اصابة اليد. صح. يعني هو البطل الوحيد اللي فيهم ممكن، او تقريبا هو اديساني الوحيد اللي البطل فيهم اللي ممكن يلعب ريماتش، فهو ممكن اسرع واحد يحصل. ولكن كاسلوب ومنافسين لما تحسبها كومارو اوسمان عنده اكثر فرصة انه يرجع اللقب. والمباراة هذيك لو تشوفها كان فايز طول المباراة، طول المباراة كان فايز. الشوط ونفس الشيء الثاني ينطبق على ديسانيا، نفس الشيء ممكن ينطبق على ديسانيا، ولكن لا اللي صاير هو، أديسانيا عنده عقدة نفسية من الشخص هذا، صدقني. ولكن حتى ولو كان هو منتصر 3 جولات لواحد، فنفس الموضوع نفس الشيء، ما في شيء جديد يعني. فبالنسبة لأن أديسانيا بيلعب إيميديت ريماتش، ممكن أديسانيا أسرع واحد، ولكن لو عندهم كلهم بيلعبوا فرصة على اللقب في نفس الوقت، أنا متأكد كومارو ممكن يرجع اللقب. متأكد كم مرة؟ متأكد، ولكن مشكلته إصابة اليد. يمكن كلامك صح. لو تحسبها كسرعة، هذا ثاني تقريبا ريماتش، شبه أكيد ريماتش. كومارو حاليا، أو نرجع له، سوري، أوليفيرا. أوليفيرا لازم يلعب ممكن ضد شخص مثلا، أو فايت أو فايتين، فنقول اوليفيرا بيكون صعب يسترجع هالسنه. على حسب اليو اف سي تعطيه مثلا فايت او فايتين، مثلا ممكن منهم يكون بعدين داريوش ويخسر. فعلى حسب كومارو فرصته جاهزه، ولكن بس يتعافى من الاصابه. إن يعني شاء الله مثلا إن شاء الله. لان اسلام اولا فولكانوفسكي، فبعدها على حسب شو اللي بيصير. اما بالنسبه لكومارو، فكومارو حاليا مصاب، فليون ادواردز ممكن في كلام ان ماسفيدال يدخل وبيكون ماني فايت. صح. فسواء مين كان الفايز فيهم، كومارو بيواجه الفايز الاول. مع انه ماسفيدال ما اعتبره ماني فايت، خلاص طاح كرتون. ما يستحق، ولكن هو الماني فايت. تعرف انت في النهاية انت منظمة ربحية، تبغى بيني وبينك تطلع فلوس من العداوات. احسن عداوه يقدر يسويها ماسفيدال حاليا، واحسن انسب للشركه كلها، تعرف مع مين؟ آمين. كونر. كونر هذا موضوع ثاني، هذا يبغى كونر لك هذا الوقت. هم يريدون على مباراة سهلة، في أسهل من مسجدان، في أحسن اسم من مسجدان. هما يعني للحين كونر، انا بالنسبه لي حاليا على اللايف ستايل اللي هو عايشه، ما اعتقد كونر يرجع. لا أنت في لافتان. لا انا ما اعتقد انه، يعني اولا كونر اذا صدق قاعد ياخذ ستيرويدز وجسمه مبين هذا الشيء، صح. كونر ممكن يحتاج اقل شيء 6 اشهر ينظف. لا هذه حق الوسادة، صح. اولا انت عشان تدخل فايت، انت المفروض يكون عندك، انت داخل في الفحوصات قبل 6 اشهر من الفايت، هذا المفروض. لكن في النهاية اولا اذا انت بتمشي الطريق القانوني بالنسبة لكونر، 6 شهور ينظف تقريبا جسمه، و6 شهور يدخل فحوصات وسادة، كمان سنة راحت عليه. الا اذا في كلام ما مو متأكد منه اذا هو صحيح ولا لا، ان اليو اف سي تقدر تعطي المقاتل اكسبشن، سمعت الكلام هذا، هل الشيء هذا ولكن معقول؟ نعطيه اكسبشن. لازم ابحث اكثر في الموضوع، هو قاعد لازم يقول، ابحث. هو قال قاعد يقول برجع شهر 3. الا اذا اليو اف سي اعطت اكسبشن لكونر اكسبشن. انه ما يدخل اللي هو يسموه تيستينج بول، ممكن. كان عنده إصابة. اكيد كونر قاعد يستخدم تستوستيرون او مثلا أكيد أكيد ستيرويد. أكيد 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 اولا لان جسمه. لان
قريت اسمع، يعني قريت وشفت فيديوهات يتكلم عن اللي ياخذ 1 سايكل اوف ستيرويد يكون الاستشفاء العضلي عنده اسرع. يعني انت اخذت الستيرويد مره 1 سايكل خلاص انت سوبر هيومن. لها يعني سبب. حتى لو اخذته مره ونظفت انت تظل الاستشفاء العضلي عندك اسرع. أها ولكن هذا الشيء اللي مثلا يخليني انا كمروان لما تسالني مين الجوت انا ما ادخل جون جونز الموضوع، لان الستيرويد عامل مؤثر. صحيح جون جونز كان عنده المهاره، لكن انا بالنسبه لي مثلا ما حرام على ادخل جون جونز. توب 3، بس مو توب 3 هو، بس مثلا جون جونز كان المنشطات لها دور كبير عليه. يعني انت صح، تتكلم عن ان انت الاستشفاء العضلي عندك اسرع من بقيه الناس، فاكيد هذا عامل زايد او عامل نفس تقول ظالم شوي. انت سوبر هيومن، سوبر هيومن انت، ها ايه مش طبيعي انت. صح. فهذا اللي تكلموا فيه كم اكثر من باحث في الموضوع، هذا اللي انا شفته قريت عنه. فاصلا فكونر ممكن استثناء، اذا اعطي استثناء بيدخل، لانه في يعني حتى مره شفت فيديو لبراندن